مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، ننقل لكم الآن مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للوفد ومن خلال موقع الوفد أمطار غزيرة داخل محافظة الإسماعيلية، وهناك رعد وأمطار اشتدت سرعتها داخل محافظة الإسماعيلية وتحديدا في منطقة الإسماعيلية وشرق القنطرة وفايد والتل الكبير، هناك أمطار غزيرة. زي ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام، المية والأمطار بدأت أسقط حتى جعلت مخرات المياه يعني تنزل كميات المياه كبيرة. لكن ننصح السادة السائقين، من أغرب الأشياء اللي أنا شفتها إن السواق مطلع إيده بره العربية بيمسح الإزاز لأن المساحة مش شغالة. هو الرعد، يا ساتر يا رب يا ساتر. نرصد لكم الرعد والأمطار داخل شوارع الإسماعيلية مشاهدينا الكرام، وهناك طبعا بطء في عمليات الحركة المرورية للسيارات بسبب الأمطار الغزيرة. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، زي ما انتم شايفين ننقل لكم الصورة من هنا من داخل محافظة الإسماعيلية وتحديدا من شارع الثلاثيني. طبعا أمطار ثلجية ورعدية هنا امتدت منذ عدة دقائق، وتشهد محافظة الإسماعيلية والقرى والمراكز المجاورة لها أمطار رعدية وثلجية في نفس الوقت. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نتابع لكم حالة الطقس والجو هنا من داخل محافظة الإسماعيلية وتحديدا من شارع الثلاثيني وسط مدينة الإسماعيلية وأهم شوارع الإسماعيلية. وزي ما أنتم شايفين البرق، يعني هناك برق في السماء. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. نتابع لكم حالة الطقس والجو من داخل محافظة الإسماعيلية مشاهدينا الكرام، متابعي بوابة الوفد الإلكترونية. كان معكم على الهواء مباشرة محمد جمعة لبوابة الوفد محافظة الإسماعيلية.